لخيرات الموسم المثمري يتلهف المزارعون كل عام في سهل البطوف، ففي هذه الفترة تحديداً اعتاد سهل البطوف على إنتاج محاصيل زراعية تضر بدخل لأصحاب الأراضي، إذ يعرف سهل البطوف بخصوبة أراضيه لنمو المحاصيل الصيفية، إلا أن هذا العام وعقب غرق السهل وإهماله تكبد الأهالي خسائر فادحة. تقييم هذا العام والعام السابق بالنسبة للفلاحين كانت عنا يعني مأساة، كان في عنا كارثة طبيعية بكل معنى الكلمة اللي هو بسموها غرق البطوف. احنا موجودين لسه في منطقة عالية قريبة على البلاد وقريبة مرتفعة جدا، ولكن هي لا تساوي ثلث البطوف المنطقة المرتفعة، وثلثين البطوف كان غرق. يعني كان عنا أخرى مرة غرق، والغرق هو بيسبب لنا أضرار جسيمة. شو بدك من فلاح طالع من سنتين بأضرار جسيمة في سهل البطوف؟ الوضع الفلاحين منهك وما بنحسدوش عليه. يعاني سهل البطوف على مدار العام من إهمال سلطوي ومحاولات تضييق على الأهالي الذين تلقوا مؤخرا اخطارات هدم لعرائشهم المقامة على أراضيهم الخاصة، إضافة لخسائر الغرق كافة، إلا أن هذا لم يضعف من عزيمتهم بالتشبث أكثر بأراضيهم. السنة عندون سنين سهل البطوف ما انطغى اللي كيف لازم، تعرف بالنسبة للمياه اللي كانت فيه اصحاب الاراضي كلها بتخسر بهذا الاشي من المياه. ايام ما انت شايف زرعوا شوية بطيخ بعد ما نفشت المي، وهي عن نصيب يعني دي ينطيه نغلي. قمح قرب وغرق والحشيش غرق، يعني هسه الناس اللي شوي نشفتون زرعته صيفي لغاية بعده بور حدش زرع. رغم محاولات القضاء على قطاع الزراعة في سهل البطوف وفرض التضييقات على مزارعيه وتعمد إبقائه غارقاً دون حلول منطقية، إلا أن عزيمة المزارع تأبى أن تخضع لهذه المحاولات وتصر على صيانة الأرض ومصدر الرزق الأساسي.